تذكر تماما أن كلما صدر خبر عنوانه أن طائرات مجهولة قامت بعملية قصف، نذكر تماما العمليات التي استهدفت الإرهابيين في ليبيا مثلا، ونذكر العمليات التي استهدفت التنظيمات الإرهابية خاصة داعش في بدايات عملية العزم الصلب، نعرف ذلك من خلال أن هذه الطائرات المجهولة دائما كانت مرتبطة إما بأعضاء بالتحالف لا يريد الكشف عن هويتهم لأسباب سياسية، أو أن المطلوب هو الغموض المدروس الذي يوجه رسالة للطرف الآخر. فهذه غارات مجهولة بطائرات مجهولة، ولكن الأهداف مرصودة ومعلومة، بمعنى أن أي عمل عسكري خاصة عندما يتعلق بأن تضرب أهداف وراء حدود العدو بين قوسين، هذا يعني أنك تخطط لهذه العملية، ومن ضمن التخطيط تأتي الحملة الإعلامية. ما يصرح به وما يتم حجبه من معلومات مدروس، ويأتي يوم وتعلن مثلا هذه الطائرات المجهولة من شارك بها، وتكون الغاية دائما هي إحداث غموض يؤدي إلى إما إرباك الطرف المستهدف في هذه الغارة، وإما، وهذا أيضا مهم جدا، التأكيد بأن هذه مجرد إشارة، مجرد رسالة تريد من خلالها تحريك ملف آخر. قد يكون هذا الملف عسكري، بمعنى توجيه ضربات أخرى معلنة بطائرات غير مجهولة على ساحة أخرى أو على الساحة نفسها، كما يتم ضرب مثلا أهداف في جنوب سوريا. أحيانا يقال أن الطيران الإسرائيلي علانية هو الذي شن هذه الغارات، أحيانا أخرى لا يتم الحديث عن هوية هذه الطائرات. الملف الذي قد يكون مطلوب تحريكه هنا هو مرتبط بالخبر الذي أعلنتموه قبل قليل، المفاوض الأوروبي الآن، هذه مفاوضات فيينا، لا لديها أكثر من رأس، هناك الرأس الأمريكي الروسي وهو الأساس، وهناك أيضا لاعبون على الساحة من أهمهم الأوروبيون، وأعتقد أنها تحمل تلك الرسالة بأنه لا بد من الخروج من حالة الموت السريري التي أصابت مفاوضات فيينا بسبب شرط رفع الحرس الثوري الإيراني على الاحتلال.